صباح الخير وصباح الورد والياسمين على كل مستمعات لاله مولاتي في ما كنتم من داخل وخارج المغرب. كنتمنى لكم دائما صباح مبروك برفقتنا من خلال برنامج المرأة بامتياز لاله مولاتي ومع فقرات متنوعه كلها افاده. اليوم من خلال الشيوات لاله مولاتي غادي تشارك معنا المستمعه فاتحه الوجديه مقيمه باسبانيا وكتسمعنا دائما واول مره كتشارك معنا في البرنامج فمرحبا بها. وكذلك غادي نمشيو نتعرفوا على شكون الفائزات المحظوظات معنا في المسابقات اليوميه واللي كيمنحوا لكم الفوز بهدايا من ذهب كل شهر. كذلك غادي نقترح عليكم رغيفات معسلين معمرين بالحشوه ديال الكاوكاو اولا بالحشوه ديال اللوز حسب اللي متوفر على حساب يعني الذكرى المولد النبوي الشريف الله يدخل عليكم الصحه والسلامه. كمناسبه ممكن انكم يعني هكا تفطروا بهم يعني في الصباح ان شاء الله. وغادي نمشيو للتواصل المباشر معكم مستمعينا. مرحبا الى عندكم اي اقتراحات وشهيوات حلويات خاصه بالذكرى ولا ممكن على انكم تعطيونا افكار ولا اقتراحات خاصه يعني بفصل الشتاء والبرد يعني شربات خفاف فتواصلوا معنا على 0522 88 00 60 61 62. لحظه غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي وغادي نرجعوا الاولى فقرتنا. خليكم اوفياء لاله مولاتي ما تمشيو فين. كنجو ترحاب والتحيه الصباحيه على كل المستمعين الاوفياء وخاصه لعاد التحقوا بنا اللحظه وغادي نمشيو مباشره لشيوات لاله مولاتي عند المستمعه فتيحه الوجديه مقيمه باسبانيا. الو فتيحه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك لاله فتيحه. الله يبارك فيك. الحمد لله. كي دايره الامور؟ بخير كلشي مزيان؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. تشرفت صراحه بالمعرفه ديالك ومرحبا بك صديقه البرنامج ومستمعه ان شاء الله ونبقاو دائما على تواصل وتبارك الله عليك وعلى القناه ديالك. الله يوفقك لاله فتيحه. الله يبارك فيك حبيبتي. شكرا لكم كاملين في الحقيقه انا من المتتبعين ديال ميد راديو. مرحبا. في الحقيقة كيعجبني بزاف وكنطلبوا المزيد من التألق وكنشكر جميع اللي كيشارك فيه. شكرا لك. من الأنحاء. يا ربي أمين. مرحبا فتيحة لالي خطيك. شكرا لك بزاف. الله يبارك فيك. شنو الاقتراحات اللي غادي تقدمي للمستمعات اليوم؟ مهم عندي كوكيز بالشوفان والموز. إيه. اللي تيجي رائع. رقائق ديال الشوفان. كذلك عندي كوكيز اخر هي على شكل كيك اللي كيتوجد ثاني في وقت واجب. كذلك غادي نعطيكم ان شاء الله جوج الانواع ديال الكوكيز. ما كاين حتى مشكل. مرحبا بك لاله فتيحه. حيت مرتبك شويه او لا خذي راحتك. عندي واحد البستيله اللي بالخضره. اييه مزيان. اللي كتكون بسيطه وسهله وفي نفس الوقت هكا باش يقدروا الوليدات ديالنا ياكلوا الخضره. واخا انت فتيحه نبداو بالاقتراحات وديك الساعه فكري على خاطرك وعطينا الباقي الاقتراحات اللي غادي تقدمي للمستمعات اليوم. واخا ان شاء الله. يلا نبداو على بركه الله. نبداو بالكوكيز هو الاول ديال الخرطال الشوفان بالبنان. داكوغ. يلا. بالنسبة للكوكيز ديال الشوفان والبنان كنحتاجو فيه الزلافة ديال رقائق الشوفان. إييه. كنقبضهم تنحمرهم واحد شوية. شوية. تقريبا واحد 150 غرام. حاجتي في واحد 400 غرام ديال الدقيق. رشة ديال الملحة. كنحتاج 8 غرام ديال الخميرة ديال الحلوة. صافي واحد. 100 غرام ديال السكر البني. إييه. 80 غرام ديال السكر العادي. كنحتاج الساشي ديال الفاني او السكر الفاني. ايه. يمكن لهم يستعملوا حتى النكهه الا كانت متوفره. ايه. كنحتاجوا لجوج ديال البيضات. 50 غرام ديال الزبيب اللي تنقبطوه تنقطعوه الا كان النوع الكبير. الا كان النوع الصغير يمكن لينا نحتفظوا به كما هو. حاجتي في 200 غرام ديال الزبده حراره المطبخ. هي رطبه. وكناخذوا واحد البنانه اللي كتكون طريه. 60 غرام ديال الكركاع تقريبا واحد نص كاس صغير اللي تيكون سهد ومهرمش رقيق. و100 غرام ديال حبيبات الشوكولات. اييه. بالنسبه للطريقه الا سمحتي غادي تسمحي لنا فتيحه دابا نعاودوا المقادير ديال الكوكيز باش المستمعات. أيه. ان شاء الله نضمنوا انهم غادي يجربوه ويسجلوا معنا المقادير. واخا ان شاء الله. يلا مرحبا بك تفضلي. كنحتاجوا الزلافه ديال رقائق الشوفان اللي تنحمروهم واحد شويه تقريبا واحد 150 غرام. ايه. 400 غرام ديال الدقيق.
كيبقى الدكاك دائما على حسب النوعيه ديالو. يمكن لينا نقصو يمكن لينا نزيدو، لان كاين الدكاك اللي كيشرب الدكاك اللي يمكن لينا ناخذو الكميه كامله. كنحتاج لواحد رشه الملحه، دائما كنستعملو الملحه في الحلويات ديالنا. كنحتاج ل 8 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، ما يعادل ساشي ديال الخميره. ايه 100 غرام ديال السكر البني تقريبا واحد الكاس. ايه ديال العنبه 80 غرام ديال السكر العادي ما يعادل نص كاس ديال السكر. كنحتاجو لساشي ديال الفاني او السكر الفاني. يمكن لينا نستعملو حتى النكهه واحد المعلقه صغيره. ايه زوج ديال البيضات، 50 غرام ديال الزبيب الا كان من الحجم الكبير يمكن لينا نقطعوه رقيق، كان العادي يمكن لينا نحتفظوا به كيف ما هو. 200 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ. كنحتاجو البنانه وحده اللي كتكون طريه، 60 غرام ديال الكركاع اللي مسهد ومهرمش رقيق تقريبا واحد نص كاس، 100 غرام ديال الحبيبات الشوكولات تقريبا واحد الحفيله، المهم بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان. نمشيو للطريقه. نمشيو للطريقه تفضلي. كناخذوا السكر مع الزبده تنخدموهم مزيان، السكر العادي مع السكر البني تنخدموهم مزيان، من بعد تنزيدوا معهم داك الفاني. تنخدموا الكل. تنزيدوا البيض وحده بوحده، تنزيدوا الاولى تنخدموها مع الخليط، من بعد تنزيدوا الثانيه. من بعد تناخذوا البنانه ديالنا تنعكوها غير بواحد الفورشيط واحد الشوكه تنعسوها وتنضيفوها للخليط. تنضيفوا كذلك الزبيب الكركاع المهم المكسرات اللي عندنا وتنخلطوا، من بعد تنزيدوا الشوفان. الشوفان ضروري ما كنخليوه يبرد، يعني كنحمروه الاول باش ما يذوب ليناش الزبده ديالنا، وفاش نضيفوا الشوكلاط ضروري ما كيكون بارد. وتنضيفوا الدقيق مع الخميره وحنا تنجمعوا. العجينه كتكون عندنا طريه ما كتلصقش في اليدين وماشي قاصحه، غير فاش كتجمع لينا صافي كنكتفيو بالدقيق. من بعد تنضيفوا اخر مرحله تنضيفوا حبيبات الشوكولات صافي، وغير كنجمعوا العجينه باش كيدخل فيها الشوكولات هذا، ما نخدموهاش بزاف باش ما كيذوب ليناش الشوكولات بالحراره ديال اليد. صافي تناخذوا من هذا الخليط هذا تنشكلوا واحد الكويرات غيرة، من الاحسن انها تكون في نفس القياس. ونبسطوها واحد شويه. يمكن لينا نحتفظوا بواحد الكميه من الحبيبات قليله تزينوا بها الوجه. يمكن لينا كذلك اقتراح اخر، نصف الكميه ديال العجين نستعملوها بهذه الطريقه هذه على شكل كويرات، ونصف الكميه اخرى نعملوها على شكل حريبلات. حريبلات فعلا. حرابل تندخلوها المجمد حتى كتشد في راسها، من بعد كنخرجوها وتنقطعوها بواحد السكين اللي تيكون عندنا حاد باش علينا دغيا. فعلا على شكل دوائر. هكا كنحصلوا على زوج ديال الاشكال ديال لي كوكيز، وكيصلحوا للوليدات يعني يديو معاهم المدرسه او هنا في الدار، يعني شي حاجه اللي كنصايبوها في الدار. الله يعطيك الصحه. كيجي زوين بزاف. تبارك الله عليك، يعني وفيه بزاف ديال الحويجات كيف قلتي اللي هما زوينين بالنسبه للوليدات، لا هو الخرطان البنان الكركاع. بالنسبه للوليدات تبارك الله عليك. اللي كيف ما كنعرفوا حتى هو يعني مفيد. نمشيو للكوكيز اللي على شكل كيك. الكوكيز على شكل كيك. بالنسبه للمقادير اللي كنحتاجوا في هذا الكوكيز هذا، عندنا 200 غرام ديال الدقيق، واحد الرشيشه ديال الملحه، 170 غرام ديال الزبده اللي هي كتكون بحراره المطبخ، 180 غرام ديال السكر البني، زوج ديال البيضات، 20 غرام ديال الكاكاو تقريبا واحد زوج معالق، 120 غرام ديال حبيبات الشوكولات اللي كتعادل تقريبا واحد الكاس. بالنسبه للسكر تقريبا تيكون واحد الكاس وربع ديال العنبه، وعندنا 8 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، واحد ما يعادل ساشي ديال الحلوه. نعاودوا المقادير. ايه الا سمحتي. تنحتاجوا 200 غرام ديال الدقيق ما يعادل تقريبا واحد الزلافه المتوسطه، رشه ديال الملحه، 170 غرام ديال الزبده اللي كتكون بحراره المطبخ، 180 غرام ديال السكر تقريبا واحد الكاس وربع سكر البني، زوج ديال البيضات،
20 غرام ديال الكاكاو، من الاحسن الكاكاو المر يعني ماشي الكاكاو داك الحلو ماشي الحلو ديال الحليب. اييه لا ماشي الحلو، تقريبا جوج معالق كبار عامرين، 120 غرام ديال حبيبات الشوكولات ديال لي كوكيز تقريبا واحد الكاس، و8 غرام ديال الخميره ديال الحلوه ما يعادل الساشي ديال الخميره ديال الحلوه. بالنسبه للطريقه، تناخذوا الدقيق تنديروا معاه الملحه الكاكاو كاع النواشف مع بعضياتها، تنضيفوا له السكر وتنخلطوهم مع بعضياتهم، تنخليهم على جنب، تناخذوا الزبده اللي عندنا بحراره المطبخ وتنضيفوها لهذا الخليط هذا ديال النواشف وتنخدموها بحال اللي كندخلوا هذه الزبده في هذه العناصر هذه الجافه بحال اللي كندسوا فيها. اييه ترمل من بعد ما كترمل مزيان، بعد ما كندخلوا هذه الزبده مزيان في هذا الخليط هذا، تنضيفوا لهذيك الخميره ديال الحلوه ونخلطوا، وتنضيفوا البيض وحده بوحده وتنجمعوا الخليط. من بعد تنزيدوا حبيبات ديال الشوكولات في اخر مرحله. صافي كنجمعوا الخليط ديالنا، كناخذوا المول، مهم المول كيبقى على حساب الرغبه ديال كل واحد، يمكن اليوم ياخذوا مربع او دائري، مهم على حساب اللي متوفر كيكون مدهون. صافي كنقبطوا هذا العجينه ديالي، تنبسطوها مزيان في ذاك المول، يمكن لينا نزينوها بحبيبات شوكولات اخرى. انا في هذا الكوكيز هذا استعملت حبيبات الشوكولات البيضاء، البيضاء اللي هم استعملوا سواء البيضاء او العاديه يعني مزيان. صافي من بعد ما كنبسطها مزيان وكنزينها من الفوق بحبيبات الشوكولات، كندخلها الفرن متوسط الحراره اللي كنت نقبل سخنته على 180 درجه تقريبا. المده ديال الطهي كتكون ما بين 15 حتى 18 درجه، ما كنتجاوزوش هذه المده هذه باش ما كاينش فليناش الكوكيز وكيجينا معلك. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. من بعد فاش كنخرجوا من الفران كنخليوه حتى كيبرد ونقطعوه بالشكل اللي بغينا وكنقدموه لوليداتنا. فعلا الله يعطيك الصحة، لا سواء الوليدات ولا هكذا بمناسبة ديال ذكرى المولد النبوي الشريف ممكن يصايبوا هاد الكوكيز على شكل كيك. المولد النبوي الشريف هادو بجوج اقتراحات مناسبين. الله يبارك فيك. نمشيو للبسطيلة ديال الخضرة ان شاء الله ولا البسطيلة ديال الخضرة كنحتاجوا فيها لواحد الدجاجة، مهم الدجاجة كتبقى على حساب افراد ديال الاسرة تقريبا ما بين كيلو ونص حتى لجوج كيلو. كناخذوا الجزر اللي تنقبطو تنقيوه محكوك تقريبا واحد ربعة حتى لخمسة ديال الجزر، تناخدو زوج ديال الكرعات اللي تنقيهم تنحكوهم في الحكاكة الغليظة، عندي ربع مقبط تقريبا ما بين المعدنوس والقصبر، ثلاثة ديال البصلات كبار اللي تنتشلدهم رقاق، الشعرية الثانية تقريبا واحد 150 غرام، الزيت البلديه نص كاس مخلط ما بين الزيت البلديه والزيت العاديه، معلقه صغيره ديال الهريسه، تنحتاجو ما بين 3 حتى 4 الفصوص ديال الثومه محكوكه، معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال التحميره، ومعلقه كبيره ديال سكينجبير، نص معلقه صغيره ديال الابزار، الملحه كتبقى على حساب الذوق، ونستعملوا مكعب المرق ديال الدجاج. بالنسبه للتزيين عندنا الجبن المحكوك اي نوع متوفر ماشي مشكل، والورقه ديال البسطيله. ايه ضروري واخا. نمشيو نعاودوا المقادير. واخا نمشيو للطريقه بما انه يعني هاد المقادير مازال غنعاودهم في الطريقه واخا. صافي ان شاء الله. كناخذوا الطنجره ديالنا او فاش غادا نطيبوا هاد الخليط هذا، كنديروا ديك الزويته كتسخن، كنضيفوا عليها البصله مع دوك الفصوص ديال الثومه اللي عندنا محكوكين، تنشحروها مزيان مزيان، بعد ما كتشحر لينا كنضيفو لها الدجاج حتى هو كيتشحر، كنضيفو التوابل اللي عندنا كاملين، الهريسه كتبقى على حسب الذوق هي والملحه، وكنشحرو هاد الخليط، تنضيفو له تقريبا واحد ربع كاس ديال الماء باش ديك العطريه ديالنا ما كتحرقش، وفي نفس الوقت كيتشرب هاد الدجاج. صافي فاش كتشحر لينا الدجاجه مزيان مع دوك التوابل كتاخذهم، تنضيف لهذيك القبيطه ديال الربع اللي عندنا، وتنضيفوا جهد واحد الكاس ديال الماء ماشي بزاف، غير القدر اللي غادي تطيب لينا فيه الدجاجه، بما ان الدجاج كنعرفوا انه دغيا كيطيب ما كياخذش الوقت كثير.
صافي كنخليوها طيب. من بعد كناخذوا ديك الدجاجه ديالنا من بعد ما كطيب كنحيدوها من داك المرق، كنخليوها على جنب كتبرد. من بعد داك المرق اللي عندنا تنزولوا له ديك القباطه ديال الربع وتنضيفوا له الخضر اللي عندنا الجزر الاول، وتقريبا تنخليوه واحد دقيقه ولا تنضيفوا له القرعه حتى هي صافي. كنخليهم كيطيبوا ولكن ما نخليهمش يطيبوا حتى كيهراو، خصهم يبقاو قابطين في راسهم هكا باش يعني يمكن لينا نستافدوا من الفوائد الخضره ديالنا. بطبيعه الحال راني دفت حتى المكعب ديال المرق ديال الدجاج، الا كان ديال الدار من الاحسن كنصايبو في طنجره. من بعد فاش كتوجد لينا هذه الخضره كامله كنضيفوا الشعريه اللي كنكونوا ديجا مقبل درناها في المغليان تقريبا يلا واحد جوج دقائق صافي، وكنصفوها كنقطعها ما نخليوهاش حتى كتهبط بزاف يعني كتبقى شاده في راسها. تنضيفها لذاك المرق وكنخلطها مع العناصر كامله، تنخليوها تقريبا يلا واحد جوج دقائق كتشرب العناصر كامله ديال التوابل وديال الخضره، والماء كيكون نشف لان ما استعملناش الماء كثير ما خصش يبقى فيها الماء داك المرق كثير. بعد ما كنمشيو دابا للدجاج اللي عندنا تناخذوا ديك الدجاجه تنزولوا لها العديمات اللي فيها وتنقطعها قطعات صغيره تنحيدوا لها ديك الجلده ديالها صافي، وتنخلطوا العناصر كامله مع بعضياتها مع الخضره. تناخذوا الورقه عندنا تناخذوا يا اما المول اللي كنصايبوا فيه البسطيله او اي مول عندنا، يمكن لينا نستعملوا حتى داك الطاجين الثقيل اللي كنصايبوا فيه من حتى هو ماشي مشكل. تندهنوه بالزبده من الاحسن الا كانت الزبده مذوبه خاليه من الماء ديالها باش ما كترطيناش تترناش الورقه، او ندهنوها غير بالزيت صافي. كنفرشوا الورقه ديالنا تقريبا جميع الحدقات المغربيات كيعرفوا الطي ديال البسطيله الاستفاده ديال الورقه ديال البسطيله. كندهنوها من بعد كنفرش الخليط ديال الحشو ديالي مع اضافه الجبن، يمكن لهم يديروا طبقه نصف الكميه ديال الحشو كيزيدوا الفرماج ويزيدوا عاد الكميه اللي باقيه ديال الحشو ونزيدوا الفرماج صافي. وكنجمعوا اوراق البسطيله ديالنا باش كنحصلوا على البسطيله كندهنوها مزيان يا اما بالزيت او الزبده اللي كتكون من الاحسن مذوبه كيف ما قلت صافي. وكندخلها الفرن اللي كيكون مسخن حتى كتطيب وكتحمر باش كتجينا مقرمشه صافي، والتقديم كيبقى على حساب التزيين بقى اختياري كل سيده وتبدع فيه. ولكن في نفس الوقت كتكون يعني لا فعلا يعني صراحة يعني كاع انواع البسطيلة بجميع الحشوات صراحة كيجيو زوينين الله يعطيك الصحة، وخاصة هكا بخضيرة كنبغيو مرة مرة بعد ما كيبقى عندنا الخضرة يعني الواحد في نهاية الأسبوع يحاول أنه يدير بها بسطيلة يعني المعروف أنه كتكون حويجات ليهم راقيين يعني ماشي بالضرورة أنه بقات لنا شوية الخضرة صافي يعني غير نسوطيوها وناكلوها فنغيروا شوية كيف ما قلتي الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. إلا بغيتي نعطيك تقنطه بما أننا في المناسبة ديال عيد المولد النبوي الشريف، حنا الجهة الشرقية معروفة بتقنطه. أييه رشتها هاد الأيام في الفيسبوك يعني رايجة بزاف تبارك الله بزاف سيدات اللي صايبوها. راني يلاه صايبتها تبارك الله ما حطيتهاش في القناة غادي نحطها اليوم إن شاء الله بحول الله. غادي تسمحي لي بالنسبة للاقتراحات هادو عندك مصورين فيديو ياك؟ هاد عندي مصورين هادو كاملين عندي مصورين فيديو بالصور ديالهم مزيان حتى تصيفطيهم ليا في الرابط صيفط لي الروابط ديالهم باش نحطهم في موقع لاله بلوس بو ام او يدخلوا ويتعرفوا على القناه ديالك وباقي الاقتراحات ان شاء الله حبيبي. القناه ديالك سميتها فاتي ياك؟ نجمه الطبخ فاتي اسبانيا. واخا صيفط لي ان شاء الله الرابط باش نقول للمستمعات انهم يدخلوا ويشوفوا هاد الاقتراحات هكا مصورين فيديو غادي يكون احسن بالنسبه للسيدات اللي يعني على تواصل يعني في الانترنت. واخا نمشيو للتاق نتا ياك مع الطريقه الوجديه الطريقه الوجديه المهم بالنسبه كنحتاجوا فيها الدقيق الدقيق كيبقى على حسب الرغبه، المهم انا غادا نعطيهم واحد الكميه اللي لا باس بها اللي درتها انا. خديت واحد ثلاثه ديال الدقيق تقريبا اللي كتعادل واحد 300 غرام المهم كتبقى على حسب الحاجه ديالنا. كنحتاجو نصف الكميه ديال الزيت
يعني حتى هي عندي زلافه ودائما كنشير لهذه النقطه ان يمكن لينا نشوفوا الدقيق واش كيتشرب او لا كيف اللي كيتشرب يعني غادي يحتاج كميه اكثر ديال الزيت. وإلا كان نوع يعني عادي ما يتشرب ما والو غدا نكتفيو غير بالكميه اللي عتات يعني زلافه ديال الدقيق مع زلافه ديال الزيت. كنحتاجوا تقريبا واحد اربعه او خمسه المعالق ديال السكر كلاصي. انا ما كنقويش فيها السكر لان اصلا هي كتمثل بالتمر يعني باش تجي الحلاوه هي هذيك. وبالنسبه للسكر كلاصي ماشي سكر سنيده لان السكر سنيده واخا تنديروه ما كيذوبش مزيان وفي الماكله ديالها كتجي شويه كنحسوا بديك التغزوزه ديال السكر لهذا كنستعملوا سكر كلاصي. كناخذوا الجلجلان تقريبا واحد نص كاس صغار. هي الوصفه الاصليه كيندار فيها غير الجلجلان. انايا كنضيف لها حتى اللوز مقلي او محمر غير في الفران من الاحسن لان اصلا تقنت راه مصايبه تقريبا طيبه في الزيت. تنحمروه في الفران مزيان وتنهرمشو رقيق وتنحتفظ به. بالنسبه للطريقه تناخذ واحد الطنجره ضروري ما كتكون الطنجره اللي شويه ثقيله او الكوكوت اييه فعلا كنديروا فيها داك الزيت حتى كيسخن باش نعرفوا ان الزيت ديالنا سخون مزيان. كناخذ واحد شويه ديال الدقيق تنديروها في هذا الزيت هذا كنحسوا به بحال اللي بدا كيغلى صافي. في هذه المرحله هذه كنضيفوا الدقيق اللي عندنا ولكن هنايا غدا نتابعوا لان غنضيفوا شويه بشويه ونستعمل واحد المعلقه ديال اللوح لان باش ما يطيفش علينا فاش كيكون الزيت سخون مع الدقيق ما يعطيناش داك الفوران الكثير. المهم تنضيفوها شويه بشويه حتى كنكملوا الكميه ديال الدقيق ديالنا وتنخلطوها مزيان باش ما تبقالناش عندنا الحبيبات ديال الدقيق باش كل شيء ينسجم مع داك الزيت. وعلى النار ضروري ما كتكون مهيله النار لان هي في الساعه كتحرق. الا كانت النار مجهده كتحرق يعني ماشي كتحمر. ضروري ما كتكون النار مهيله بزاف وحنا كنحركوا فيها مره مره تقريبا يعني ما كنغفلوش عليها. كتاخذ لينا تقريبا واحد الوقت ما بين 20 دقيقه حتى 30 دقيقه ولكن دائما على حسب الكميه اللي احنا مستعملين. إيه؟ يعني ما كتبقاش نفس المده. صافي من بعد ما كتاخذ ذاك اللون الذهبي اللون ديال الكراميل صافي في هذه المرحله هذه كنضيفوا لها سكر كلاصي وتنخلطوا. يمكن اللي كيبغي العسل يضيف حتى العسل فالعسل كيجي فيها زوين ولكن هي معروفه غير بالسكر. صافي كنحركو مزيان حتى كيذوب لنا داك السكر مزيان في الخلاط. وكنطفيو البوطه ديالنا تنضيفو الجلجلان اللي كيكون في هذا مقبل وداك اللوز حتى هو صافي وتنخلطوها وتنخليوها كتبرد. هي اصلا فاش كتبرد كتاخد كاع كتزيد تاخد اللون اكثر من داكشي اللي كانت عليه لان كتشد السخونيه بزاف. اييه واخا صافي. وكتقدم مع التمر. هي اصلا كتنتكل مع التمر دائما كتكون متواجده في كل دار في مناسبتين. المناسبه ديال عيد المولد النبوي الشريف والمناسبه ديال العقيقه فاش كيكون عندنا واحد مولود اسبوع. كتكون عندنا في الدار لا هي لا البركوكش هادو الحوايج اللي في الفطور في كنا حاضرين في هذه المناسبات. تبارك الله يعني الحمد لله. هذه يعني هي لمن كتشبه كنظن انه حتى كاين شي حلوه كتشبه ليها مثلا في منطقه اخرى ديال فاس ولا مكناس عندهم حتى هما بحال هذا الشكل ديال هاد التقنتايا كذا هو الاسم ديالها. حنايا سميتها تقنتا ولكن جهه اخرى نظن عندها اسم اخر ولكن اسم شويه عندها شي تغيير. اي يعني ضروري ضروري اييه كل مدينه وعندها اللمسه ديالها والخاصيه ديالها. الله يعطيك الصحه اللي فكرتينا بهذا الاقتراح اللي هو يعني على الطريقه الوجديه واللي اكيد ممكن على انه كل السيدات يتقاسموا في المناسبات كيف ما قالت لاله فاتحه سواء العقيقه او لها كالاحتفالات في الاعياد والمناسبات. فاتحه اييه كنشكرك بزاف بزاف. للاسف ما بقاش لنا الوقت وتبارك الله عليك وتشرفت بالمعرفه ديالك واكيد المستمعات استفدوا من خلال الاقتراحات اللي قدمتي لنا اليوم. اقتراحات سهله بطريقه مبسطه جدا كيفاش قدمتهم لنا. ومرحبا بك دائما نبقاو على تواصل وفي حلقات مقبله نزيدوا نسقوا معاك والمزيد من الاقتراحات. ان شاء الله غادي تبعث لي بالرابط ديال هاد الاقتراحات وفي العشيه غادي تدخلوا الموقع لالا بلوس بوان ام اي يعني غير في جوجل كتبوا لالا بلوس
lala.ma lalaplus.ma راه غادي يخرج لكم لو سيت يعني الموقع الرسمي ديالنا، ومباشره غادي تمشيو الى مشيتوا الحلقات لالا مولاتي راه غتلقاو يعني هذا التسجيل ديال الاذاعه ديال هذه الحلقه ديال اليوم. عقلوا غير على التاريخ ديال هذه الحلقه، يعني ابتداء من جوج ان شاء الله غادي تلقاو في حلقات لالا مولاتي، وغادي ننزل في حداك لالا بلس غادي ننزل كذلك هاد الفيديوهات ديال المستمعه فاتحه باش تعرفوا عليها وتعاودوا تسجلوا المقادير والطريقه وفرصه انكم تعرفوا على القناه ديالها ويبقاو بمثابه ارشيف ممكن انكم ترجعوا ليه في اي وقت. ما تنساوش على انه كل اقتراحات وخاصه دابا مع ذكرى المولد النبوي الشريف راه نزلنا العديد من الانواع ديال الحلويات اللي ممكن كيف ما قلت لكم في موقع lalaplus.ma بغيتوا تعاودوا تسمعوا الحلقات يعني من خلال برنامج لالا مولاتي راه غتلقاو حلقات لالا مولاتي في نفس الموقع. كيف ما كنقول دائما غادي تحاولوا تقلبوا على اف فيسبوك، يعني غير تهزوا عينكم شويه الفوق تلقاو الاف فيسبوك غادي توركوا عليه غادي يديكم مباشره الفيسبوك الخاص بلالا مولاتي اللي فيه يعني اللوغو يعني غوز يعني فوشيا في لالا مولاتي. غتلقاو لالا مولاتي مع سناء الكناني وكذلك غتلقاو هذا الفيسبوك صفحه ديال الفيسبوك. فبزاف السيدات باش ما يحيروش راه يمكن لكم انكم من موقع لالا plus.ma ملي تدخلوا للموقع غادي تهزوا عينيكم فوق تلقاو اف يعني الرمز ديال الفيسبوك اف غادي توركوا عليه غادي يديكم مباشره للصفحه ديال الفيسبوك ديالنا. واللي بغى يقلب مباشره من الفيسبوك فغادي يدير لالا مولاتي بالعربيه يكتبها وحدها لالا مولاتي بالفرنسيه. مجرد ما يخرج لكم لوغو فوشيا يعني في الغوز فوشيا راه باين هذاك هو الموقع الرسمي ديالنا. راه كاينه الصوره وكاين اقتراحات ديال المستمعات، كاين بحال دابا منزلين ميني كيك بالكريمه ديال القهوه وبالدقيق ديال القمح الكامل، اقتراح ديال لبنى الاشهاب اللي كنوجه لها تحيه كبيره على المجهودات اللي كتقوم بهم دائما، يعني العديد من الاقتراحات اللي كتكتب بالمقادير والطريقه بالصور. غتلقاو بزاف ديال الحريشات اللي هما الشاش اللي ممكن انكم تصايبهم في الفطور ديال ذكرى المولد النبوي الشريف ان شاء الله. كاين اقتراحات كثيره حلويات دي صابلي، فغير رجعوا كيف ما قلت يعني الفيسبوك ديال لالا مولاتي راه غتلقايو كل هاد الاقتراحات. دابا غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي مستمعينا وغادي نرجعوا نتعرفوا في المسابقات اليوميه على شكون المستمعات المحظوظات معنا اليوم واللي كيمنحوكم المسابقات اليوميه الفوز في نهايه كل شهر بطاقم ديال ذهب ومضمه ديال ذهب. ومعنا مباشرة المستمعة المحدودة اللي ربحت معنا اليوم واللي هي حنان دروسي من الدار البيضاء. ألو حنان. ألو اختي سناء. لاباس عليك على خير؟ الحمد لله الله يبارك فيك. بركة وشرك. علينا وعليك بالصحة والسلامة ليك والأسرة ديالك ومرحبا بك حنان. ربي يخليك شكرا اختي. الله يبارك فيك مبروك عليك ربحتي معنا حنان دروسي ربحتي منتوجات تنظيف المنزلية مهداة من اكسيت بالإضافة على أنه كل الصور ديالك اللي بعتيهم لنا عبر الرقم ديال الواتساب راه دازوا لسحب القرعة ونتمنى إن شاء الله أنك تكوني من المحظوظات رفقة المستمعات بطاقم ديال الذهب في نهاية كل شهر. ان شاء الله ان شاء الله اختي سناء. شكرا وشكرا لكم بزاف بزاف وشكرا لميد راديو الله يبارك فيك وشكركم. شكرا لكم اختي. صباحك مبروك حنان دروسي من الدار البيضاء وخليك دائما يعني في التواصل والمشاركه لان المسابقه ما زالت مستمره. يكفي انكم تختاروا المنتوج ديال اكسيت تنظفوا به البيت ديالكم والبلاصه اللي نظفتوا فيها غادي تحاولوا انكم تصوروها رفقه المنتوج يعني المنتوج غادي تنزلوه وحده البلاصه اللي نتوما نظفتوا وكذلك ورقه فيها السميه والكنيه والمدينه باش نتعرفوا عليكم اكثر وصوروا هاد في اي بلاصه نظفتوا فيها بالمنتوج حاولوا انكم تصوروهم وتبعتوهم لنا عبر الرقم ديال الواتساب واللي هو 056 57 70 55 06 50 87 70 55. واكيد على انه اي مستمعه تواصلت معنا وربحات وكانت محظوظه الفوز يوميا بمنتوجات التنظيف المنزليه واللي مهدات دائما من اكسيت فكتدوز مباشره لسحب القرعه ونتمنى حظ سعيد لجميع مستمعات لالا مولاتي الفوز في نهايه كل شهر بطاقم ديال الذهب. شاركي وربحي فن الطبخ. ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال فقرتنا المتنوعة ووصلنا للمسابقة واللي يوميا كنختاروا مستمعة اللي كتربح منتوجات متنوعة مهداة من إيديال ودمتي وبالإضافة على أنه كنتعرفوا عليها وكنتعرفوا على الاقتراحات اللي بعثت لنا بهم وبالصور ديالهم واللي مباشرة غادي تقدمهم من خلال برنامج لالا مولاتي. فمعنا إكرام المرابط من قلميم. ألو إكرام.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله إكرام، لاباس عليك؟ مبروكة. الله يبارك فيك. إن شاء الله. علينا وعليك وكل أوفياء. أنا بقول ميم. شكرا أختي، شكرا، الله يحفظك. الله يبارك فيك. مفاجأة كبيرة هذه. الحمد لله، بارك الله فيك ومبروك عليك إكرام المرابط. ربحتي منتوجات متنوعة مهدة من إيديال ودمتي، باش تزيدي تبيني الحداقة ديالك، وما تنسيش على أنك إن شاء الله تشاركي في المسابقة الكبرى واللي كتمنحكم يعني كل شهر مضمة ديال الذهب. شكرا اختي، الله يحفظك. الله يبارك فيك اكرم. الله يبارك فيك، علينا وعليك اكرم. شاركتي بالعديد من الاقتراحات، يعني تبارك الله عليك، الفقاس، البريوش بجوج الانواع، شناك، كذلك مملحات اللي هما ملحين. فاعطينا شي اقتراحات اللي هي خاصه بذكرى المولد النبوي الشريف اللي ممكن السيدات انهم يعني يصيبوهم ان شاء الله. اول حاجه عندك فقاس ساهل، فيه غير 4 البيضات. واخا الا سمحتي غادي ناخذ من عندك الفقاس. واش ثاني اقتراح شنو هو؟ الفقاس والكيش، كيش مالح بدون عجينه مرمله. واخا اذا غادي ناخذ الاقتراحات من عند اكرام المرابط، واللي هما طريقه الفقاس يعني على الطريقه البلديه، وكذلك كيش مالح يعني بلا عجين مرمل. بعد الفاصل إذن غادي نمشيو مباشرة مع إكرام المرابط من قلميم، ونتعرفوا على أول اقتراح واللي هو الفقاس. تفضلي. الفقاس 4 البيضات من حجم كبير، كاس ديال الزيت، كاس سنيدة، نص كاس ديال الزنجلان، نافع، وحبة حلاوة، كنحمروهم شوية، طحين، هذاك الطحين ممتاز ديال كنستعمل انا نواره كبيره. بلا ما نذكروا الا سمحتي. واخا اييه، بلا ما نذكروا الا سمحتي. اييه مزيان. كنديروا 4 البيضات وكنحيدوا منها صفار بيضه. واخا كنحتفظوا بها باش نديروه الوجل ديال الفقاس. كنزيدوا كاس ديال الزيت وكاس ديال السنيده، كنخدموهم مزيان، كنزيدوا وحده الفاني. إكرام إلا سمحتي، لأنه زربنا، إلا سمحتي نعود المقادير وغير بشوية، لأنه الفقاس ديالك تبارك الله عليك من الصورة كيبان يعني ممتاز، فنبغي المستمعات أن توصلهم الفكرة. واخا واخا يلا عاودي لنا المقادير وغير بشوية. فقاس اقتصاد لزوين. أيه. 4 البيضات، 4 البيضات من حجم كبير. أيه. كاس ديال الزيت. أيه. كاس ديال السنيدة. واحدة الفاني، واحد فاني، واحد خمارة. ايه. شوية ديال النافع. كأس، نص كأس ديال، انا عطيك العبر ديال كأس ديال العنبة. ايه. نص كأس ديال الزنجلان. منقي بلا منحمرة. ايه. والدقيق حسب حسب الخالط. فعلا. كنديرو 4 البيضات. ايه. كنزيدو عليهم كأس ديال السنيدة. كنخلطوهم. كنزيدو كاس ديال الزيت. أيه. كنزيدو عاوتاني كنخلطو مزيان فاني، وكنزيدو زاك الزنجلان والنافع، حبة حلاوة، كنزيدوهم ونخلطوهم مزيان. وكنجمعو بالنافع، كنجمعو بالدقيق، بالدقيق، ونزيدو خميرة، ديك الخميرة. أيه. ديال كنخلطوهم مزيان. أول شرط بأن نعطيك أسرار ديال الناس. أيه. تفضلي. باش ما يجيناش، باش ما يتشققناش في الفران، كندير ما نديروش قاصح وما نديروش عاوتاني خفيف، يلا كيف تجمع لنا باش ما يجي يطلع لنا في الفران كيطلع على خطره. ماشي ملي كنديروه قاصح كيتشقق لنا في الفران، هذه معروفه كيتشقق لنا في الفران. صافي كنجمعوه، كنحربلوه، كنديروه في اللاطا، كنديروا البيض مع النسكافي. اييه، القهوه السريعه الذوبان. اييه، وكن نديروهم، المهم كن دهنوا الحريبلات. ايه. هاد العجينه غنعطيك 4 ديال الحريبلات. واخا كنديروهم، كندهنوهم بداك الصفار بيضه مع القهوه السريعه الذوبان. ايه. كندخلوهم للفران طافي، فران بارد. ايه. كندخلو الصلاطه وعاد كنشعلوا عليها النار، النار كتكون مهيله. وخا. يعني كما كنطيبوا الكيكه. صافي كنشدوا عليه الفران، هو كيطلع لنا، كيطلع على خاطرو، وانا متاكده ما كيتشققش كاع. أيه. كاع ما كينفر عندنا. صافي ملي كنحسوا به طاب كنخرجوه،
بغيتي تقطعيه داك الساعه تقطعيه لان كتقطع بكل سهوله، بغيتي تخليه حتى الغدا او حتى العشيه، المهم فوق السيده فوق ما كانت مثاليه. أيه. من الاحسن اييه كديرو في بلاستيك غذائي وكديرو شي منديل سازك وكتغطيه وكتخليه يعني فوقاش ما سالت داك السيده، عاد كتقطعي وتحمره. والصحه والراحه، وكنتمنى لنا الاعجاب ديالكم. اكيد المستمعات ان شاء الله غادي يعجبهم وغادي يجربوه. الله يعطيك الصحه اكرام تبارك الله عليك. نمشيو للاقتراح الثاني واللي هو الكيش مالح. الكيش مالح بيدور عجينه مضمله، نديرو زلافه ديال الدقيق ايه كنص كاس ديال الزيت وشويه الملحه ايه وشويه ديال السكر عشويه باش تحمر لنا داك الشيء. واخا اييه وكنديروا في داك الطاسه المحكمه اييه اييه في البواطه اللي كتسد مزيان. اه كتسد مزيان. غلقة ديال الخميره داك الموسطه، ماشي الكبيره وماشي الصغيره، داك المعلقه الموسطه ديال الخميره حبوب، ندوبها في نص كاس ديال الماء. اييه كنديروا هاد المقادير كاملين وكنغلقوا داك الطاسه، المهم داك المحكمه، وكنعجنوهم مزيان عيب داك الطاسه، نعجنوها مزيان ونجمعوها ونخليوها تخمر. كندوزو للحشوه اللي يعني السيده اللي كانت عندها متوفر، انا نعطيك الحشوه ديالي. كتصوطي شويه ديال البصله مع شويه ديال الخزو شويه ديال القرعه الخضراء، كتصوطيه مزيان. بغيتي تزيدي الشامبينيو زيدو، ما بغيتوش ما حسب الاختيار ديالك. كتصوطي داك الشيء، كتزيدي شي ديال الابزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال ضامه البنه ديال البقري وكتصوطي داك الشيء مزيان. وكتزيدي كديري داك الحشوه ديالك، كتزيدي الطون من الفوق عليها وكديري لاباري. لاباري هي فيها جوج بيضات، ثلاثه البيضات ونص كاس ديال الزيت، نص عفوا اسمح لي بقى نخليو عشيه. لا مزيان متبعين معاك. بالنسبه لاباري كيش لاباري داك ثلاثه البيضات نص كاس ديال الحليب كاس ديال الياغورت الطبيعي ملاح ويبزار. اييه ثلاثه البيضات ونص كاس ديال الحليب وكاس ديال الياغورت الطبيعي مسوس وشويه الملح واليبزار وشويه الملح وشويه اليبزار، كنخلطوهم. كانت مين داك العجينه مي كتخمر لنا كنطلقوها مزيان، كنديروها في اللاطه ديال الكيش، كنثقبوها وكنديروا داك الحشوه ديالنا ديال الخضر، كنزيد الطون، الطون ديالنا مهم اللي بغيتي هيايا، كدير الطون وكتزيد شويه د الزيتون وكتكب داك لاباراي. ملي كتكبها صافي كتزوق شويه د الفرماج حمر، كديرهم من الفوق وكتدخلوا للفران. حتى هو كتطيب على نار مهيله باش كطيب لنا العجينه وما كتجيناش معجنه من الداخل، كتجي داك الطرميشه فيها. وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه اكرام تبارك الله عليك. شكرا لك بزاف اكرام وعلى الحداقه ديالك. الله يعطيك الصحه ومبروك عليك، ربحتي منتوجات متنوعه مهدات من ايديال ودامتي. وما تنساوش مستمعينا لانكم تشاركوا في المسابقه الكبرى، يكفي انكم توجدوا شهيوات يعني بايديال ودامتي، وحاولوا انكم تجمعوا دوك الغلافات، وحاولوا انكم تجمعوا جوج غلافات من ايديال مع جوج غلافات من دامتي وديروهم في برا وصيفطوهم على العنوان ديال ميد راديو واللي هو اذاعه ميد راديو فضاء الزرق طوني 55 طابق الخامس الدار البيضاء. كيف يمكن لكم على انه كل اوفياءنا اللي هما قراب لينا يمكن لهم انهم يجيبوهم مباشره للمقر ديال اذاعه ميد راديو، وان شاء الله اكيد على انه في سحب القرعه. نتمنى انكم تكونوا محظوظات الفوز يعني بمضمه ديال ذهب، قد ما ضعفتوا الحظوظ ديالكم قد ما صيفطتوا العديد من الاغلفه يعني في كل اربعه ديال الغلافات يعني في برا، وتصيفطوا العديد من البراوات اللي فيهم قانون ديال المسابقه اللي التزمتوا به، فاكيد ان شاء الله تكونوا يعني في الفرز او في سحب القرعه من المحظوظات بمضمه ديال الذهب كل شهر. احتفلوا مع ايديال ودامتي بعيد ميلاد 60 سنه وفوزوا بمئات الهدايا ومضمه ديال الذهب كل شهر. ايديال ودامتي
ورجنا لكم مستمعينا دائما من خلال برنامج اللامولاتي برنامج المرأة بامتياز، وغادي نمشيو لجوج ديال الاقتراحات اللي غادي نقدموا لكم واللي هما مناسبين يعني للصباح ديال ذكرى المولد النبوي الشريف ان شاء الله، اللي ممكن انكم تقدموهم في الفطور. غادي نبداو برغيفات اللي هما معسلين بالحشوه سواء ديال اللوز ولا كاوكاو اللي متوفر عندكم. فغادي نحتاجوا لهذا الرغيف، غادي نحتاجوا كيلو ديال الدقيق فورس من النوع الجيد، دقيق البيض، جوج ديال البيضات، كاس العنبة ديال الزبدة مذوبة، غادي نحتاجو راس معلقة صغيرة ديال داك السمن الحلو، إلا ما كانش ما نديروش، وغادي نحتاجو كاس ديال الماء زهر، ساشي ديال الفاني، جوج معالق ديال السكر سنيدة أولا السكر بودرة السكر كلاصي اللي متوفر، قبيصة ديال الملح، شوية من الزعفران الحر، وشويه من اما داك يعني داك الخرقوم البلدي اللي كيعطي اللون، شويه ديال المسكه حره والماء باش نجمعوا العجينه. غادي نعاود لكم المقادير ديال العجين، قلنا كيلو ديال الطحين فورس من النوع الجيد مغرب المزيان، جوج ديال البيضات، كاس ديال الزبده مذوبه، راس معلقه صغيره ديال السمن الحلو الا ما كانش ما نديروش، قبيصه ديال الملح، كاس ديال العنبه ما زهر، ساشي ديال الفاني، جوج المعالق كبار ديال السكر سنيده، شويه من الخرقوم البلدي اللي كيعطي اللون، وشويه من الزعفران الشعره الحر، مسكه حره، والماء باش نجمعوا العجين. في الحشوه غادي نحتاجوا نص كيلو ديال اللوز مسلوق ومقلي ومطحون، ثلاثه المعالق ديال السكر كلاصي، معلقه صغيره ديال القرفه، شويه ديال المسكه حره مدقوقه، وشويه ديال الماء زهر. ممكن اننا نعوضوا اللوز بالكاوكاو بنفس الطريقه، يعني نحمروه ونطحنوه ويعني نحيدوا ليه القشره ديالو ونطحنوه مزيان، وملي كنخلطوه مع داك ثلاثه المعالق ديال السكر كلاصي ومعلقه صغيره ديال القرفه وشويه ديال الماء زهر وشويه ديال المسكه حره مدقوقه، فكنحصلوا على العقده ديال 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 اللوز اولا ديال ديال الكاوكاو. بالنسبه للزبده غادي لكم الاختيار، يعني بالنسبه للوز بعد نوبات ملي كنطحنوه كيجي معلك، راه ممكن عندنا ميزنا غير واحد معلقه صغيره ديال الزبده الرطبه نخلطوها باش تجينا ديك العقده تجينا يعني معلكه ما تجيناش ناشفه، فعينكم ميزانكم. ولانه حتى اللوز والكاوكاو كيطلقوا داك الزيت ديالهم فممكن انهم يتخلطوا لينا بسهوله. فبالنسبه للطريقه ديال العجين هو انه في واحد القصريه صغيره غادي نديروا الطحين وغادي نخلطوه مع جميع المقادير، وعاد كنجمعوه بالماء حتى كنحصلوا على عجينه رطبه. يعني غادي ناخذ داك كيلو ديال الطحين فورس نديرو مع الجبيضات، كاس ديال الزبده مذوبه، مع راس معلقه صغيره ديال السمن الحلو الا كان، كاس ديال الماء زهر، ساشي ديال الفاني، جوج معالق ديال السكر كلاصي ولا السكر سنيده رقيقه، قبيصه ديال الملح، شويه من الخرقوم البلدي وشويه من الزعفران شعره نديروه في الماء حتى يطلق مزيان، غير واحد شويه ديال الماء، وشويه ديال المسكه حره مدقوقه كنطحنوا دائما كندقوها مزيان المسكه حره. وملي كنخلطوا هاد المقادير كنجمعوهم بالماء، عينا ميزاننا نبقاو نزيدوا الماء حتى تجمع لينا العجينه وتكون يعني مجموعه ورطبه، وندلكوها مزيان، ثم كنقطعوها يعني بالطريقه العاديه على شكل كويرات، كنخليوهم يرتاحوا ونمشيو نصايبوا الحشوه. ناخذوا داك اللوز اولا كاوكاو، يعني كان اللوز غادي نسلقوه ومن بعد نقليوه في زيت بارده ومن بعد نطحنوه، كان الكاوكاو راه غادي ناخذوه وغادي نحمروه في الفران بعد نحيدوا ليه القشره ديالو ونطحنوه مزيان، ومن بعد غادي نخلطوا سواء اللوز اولا كاوكاو، غادي نخلطوا مع ثلاثه المعالق كبار ديال السكر كلاصي، معلقه صغيره ديال القرفه، شويه ديال مسكه حره مدقوقه، وشويه ديال الماء زهر، ومعلقه صغيره ديال الزبده رطبه واخده درجه الحراره ديال المطبخ، وكنبقاو نخلطوا مزيان يتخلط لينا حتى نحصلوا على العقده ديال اللوز اولا العقده ديال الكاوكاو. غادي نشكلوا منهم كويرات صغيورين يعني قد المشماشه صغيورين، وغادي نرجعوا تترخف لينا العجينه ضروري تترخف لينا، وعاد بعد ما خلينا هذوك العجينه قطعناهم على شكل كويرات وخليناهم كيرتاحوا، كنطلقوهم يعني بالزيت، يعني هذوك العجينه كنطلقوها بالزيت بالطريقه العاديه، كنديروها في القصريه ونبداو نطلقوها بالزيت مزيان حتى كتحل لينا مزيان هذيك الكويره، كتولي يعني عريضه دائره كبيره. ومباشره كناخذوا معلقه من هذه الحشوه ديال العقده ديال اللوز او العقده ديال الكاوكاو، وكنديروها في الوسط ونبسطوها ونعاودوا نتنيوها على شكل رغيفه من اليمين من اليسار من الجهه اللي او ثاني اليمنيه والجهه اليسريه حتى نحصلوا على رغيفه اللي هي مربعه، ودائما هذيك الجهه الاخرى
الثانيه ديال الرغيفه كنديروها من التحت باش هذيك الحشوه ما تحلش لينا، ونخليوهم حتى كنكملوا هذوك الكويرات كاملين ديال عقده اللوز او العقده ديال الكاوكاو كنعمروا بها هاد الرغيفات. ودائما هاد الكويرات ديال العجينه كيكونوا صغيورين لانهم هكا في المناسبات اولا في الافراح اولا في الفطور ديال العيد كنبغيو حويجات اللي هما صغيورين، هكا بغريرات صغيورين حريشات صغيورين كيعطيو منظر. حتى هاد الحاجه المميزه في الرغيف ديال العيد وانهم كنديرهم صغيورين، وخاصه هادو المعسلين لانه هما اصلا ملي تيكونوا عامرين باللوز اولا يعني باللوز اولا بكاوكاو اولا معسلين فهما دغيا تيقهموا، فما يحتاج ان نديروهم كبار فنديروهم هكا صغيورين. فمن بعد ملي كنعمروهم بالحشوه كنطويوهم على شكل رغيفه مربعه، ومباشره بقاو غاديين حتى كنكملوا. وعاد ديك الساعه كناخذوا المقله كنديروا فيها زيت سخونه وكنقليوهم حتى كيتحمر اللون ديالهم تيتورد داك اللون ديالهم، مباشره كناخذوا العسل نكونوا يعني وجدناه على تيساع، وكان الحاجه اللي قليناها نخليوها تسقطر من الزيت حتى تسقطر مزيان في شبيكه يعني من الزيت هاد الرغيف صغيورين. وعاد ديك الساعه مباشره كنديروهم في العسل، لكم اختيار اللي ما تيبغيش يطفيهم في العسل كاملين راه ممكن ناخذوا الشيته وندهنوا الوجه ديالهم بالعسل ونرشوا باللوز اولا بالكاوكاو محمر على حسب اللي درتو. درتو في العقده ديال اللوز ديروا اللوز، درتو العقده ديال الكاوكاو ديروا كاوكاو. اللي تيبغي المذاق ديال العقده يكون فيها شويه ديال القرنفله حتى هي كتجي مزيانه. هما هاد الرغايف صراحه كيجيو في الفطور ديال العيد زوينين، وقد ما كيباتوا عندنا قد ما كيجيو بنان، وممكن انكم تصايبوهم تحتفظوا بهم في المجمد راه كيجيو زوينين وسهلين. هادو رغيفات معسلين بالحشوه ديال اللوز اولا ديال الكاوكاو يعني بالعقده ديال اللوز اولا كاوكاو. كذلك تفكرت واحد الحلوه اللي هي بارده وسهله، الا عندكم شويه ديال التمر في الدار فغادي ناخذوا غير واحد الحلوه بارده كتجي زوينه عطيناها شحال مره. ودابا يعني تفكرت دابا مع هذيك التقنته اللي كانت قدمت لنا فاتحه الصباح، فغادي نحتاجوا جوج الباكيات ديال البسكوي الاحمر والخضر العادي، زلافه ديال القرقاع مصهد، جوج ديال البيضات يكونوا بلديين من الاحسن، أربعة حتى لخمسة المعالق كبار ديال الزبدة، زلافة ديال التمر مقطع طريفات صغار، وجوج الأكياس ديال الفاني. إلا كان عندكم التمر اللي هو ناشف يعني ماشي حلو بزاف يعني ما يكون، إلا ما كان عندكم التمر ماشي حلو ممكن أنكم ديروا معلقة جوج معالق ديال السنيدة على حسب الذوق. إلا كنتو دايرين زلافة ديال التمر اللي هو معسل اللي هو عارفينه أنه حلو فما يحتاج أنكم ديروا سنيدة، تكتفيوا غير بالحلاوة ديال التمر مع ديك الحلاوة ديال الساشيات ديال الفاني. هادو هما المقادير والطريقة سهلة وكيجيو زوينين، هادي راه كتعجب الوليدات الصغار وفي نفس الوقت حتى الكبار ممكن أنكم ديروا هكا في بلاطو مع الحلويات. فقلنا جوج باكيات ديال البسكوي أحمر وخضر، زلافة ديال القرقاع مصهد، جوج ديال البيضات بلديين من الأحسن، أربعة حتى لخمسة المعالق كبار ديال الزبدة رطبة واخدة درجة الحرارة ديال المطبخ، زلافة ديال التمر يكون حلو، وإلا ما كانش نديرو يعني إلا ما كانش حلو غادي نديرو زلافة ديال التمر داك العادي اللي ماشي حلو ومقطع طريفات، ونزيدو معاه نديرو معاه جوج معالق ديال السنيدة في المقادير. أما إلا كان عندكم زلافة ديال التمر معسل حلو فما يحتاج أنكم ديرو سنيدة، وغادي نحتاجو جوج أكياس ديال الفاني، جوج ساشيات ديال الفاني بيضين. غادي ناخذوا الكوكوط من الاحسن يعني الكوكوط تغسل مزيان، ومن الاحسن انكم اللي تغسلوها وتنشفوها مزيان اللي كانت فيها الماكله يعني طيبنا فيها اي حاجه ضروري يعني الكوكوط كنطيبوا فيها الغداء ولا العشاء، فنغسلوها مزيان ونمسحوها بالمزهر عاد ديك الساعه يعني حتى تنشف مزيان، وعاد مسحوها بالمزهر ونديروا فيها هاد الحلوه ديالنا. علاش اختارينا الكوكوط؟ لانه الكوكوط لتحت ديالها تيكون ثقيل، فملي كنخلطوا بحال الشكل ديال التقنته فعلا اي حاجه كتبغي انها تخلط مزيان وما تحرقش لينا، فمن الاحسن اننا نديرو الكوكوط لانه التحت ديالها تيكون مضوبل تيكون ثقيل وفكتجينا ساهله ما كتمحناش وما كتحرقش لينا. فغادي ناخذو في الكوكوط على عافيه مهيله غادي نديرو أربعة حتى لخمسة المعالق كبار ديال السنيده، يعني كم ميزانكم أربعة المعالق كبار عامرين ديال الزبده اولا خمسة المعالق متوسطين ديال الزبده، مهم أربعة حتى لخمسة المعالق كبار ديال الزبده غادي نديروهم في الكوكوط على عافيه مهيله غير نشوفو ديك الزبده ماشي تحرق لينا اولا تولي نوازيت، يعني غير مجرد ما تسخن لينا ديك الزبده تذوب لينا ونحسو بها بدات كتسخن غادي نرميو فيها زلافه ديال القرقاع ودوك جوج باكيات ديال البسكوي الاحمر والخضر. بالنسبه للقرقاع والبسكوي غادي ناخذوهم قلنا زلافه القرقاع يكون مصهد
وقلنا جوج باكيات ديال البسكوي غادي نحيدوهم. هادشي من الاحسن نوجدوه ماشي تنديروا الكوكوط فيها الزبده وهي كتسخن لانه دغيا غتحرق لينا، وعاد نمشيو نحلوا الباكيات ديال البسكوي وعاد نوجدوا الكركاع. فنوجدوا المقادير يعني زلافه ديال الكركاع نصهدوه مزيان في الفران اولا في المقله، وناخذوا داك الكركاع دوك الوريدات ديال الكركاع ما غاديش نهرمشوهم، هو خاص الكركاع فاش الواحد ياكل هاد الحلوه يبان ليه داك الطريفات ديال الكركاع وفي نفس الوقت يكونوا كبار. فغادي ناخذوا كل كركاعه كل وريده ديال الكركاعه غادي نحاولوا اننا نقسموها بطريقه عشوائيه بالصبعان ديالنا، يبقاو يعني الطريفات كبار شويه يعني ماشي مهرمشين، يبقاو كبار شويه ولكن ماشي ورده كامله ديال الكركاعه كامله، وانما غادي ناخذوا كل مثلا الكركاعه نبداو نقسموهم بطريقه عشوائيه غير بيدينا نفس الطريقه البسكوي. ناخذوا داك البسكوي ونبداو نكسروه نهرسوه بطريقه عشوائيه، كل قطعه ديال البسكوي نبداو نقسموها هكا نقطعوها حتى يولجوا لينا طريفات متوسطين ما صغار ما كبار، يعني ما كنهرمشوش وما كنطحنوش. ملي كنهرسوا داك البسكوي نهرسوا داك الكركاع بطريقه عشوائيه غير بيدينا، ديك الساعه كناخذوا الكوكوط على عافيه مهيله نديروا فيها 4 المعالق كبار ديال الزبده مذوبه، تبدا تدخل لينا الزبده وتذوب، غادي نديروا فيها داك الكركاع مصهد ونديروا فيها داك البسكوي مقطع بجوج ومقطعين طريفات بطريقه عشوائيه، ونبداو نخلطوا بالمعلقه ديال الخشب حتى نشوفوا هذاك الكركاع وهذاك البسكوي اللون ديالهم ولا بحال فازق بالزبده، يعني بحال تخلطوا مزيان. راه غنبداو نشوفوا داك الكركاع ونشوفوا داك البسكوي بحال بداو كيرطابوا وبحال تلبسوا يعني تيبسوا مزيان بهذاك الخليط ديال الزبده. نبداو نخلطوا، من بعد غادي نزيدوا ديك زلافه ديال التمر، قلنا زلافه ديال التمر حلو مقطع طريفات صغيورين داك المعسل، ولا زلافه ديال التمر اي نوع عندكم واخا يكون يعني ما حلوش ديك الساعه عينكم ميزانكم. بحال دابا درنا زلافه ديال التمر حلو معسل مقطع طريفات صغار، غادي نزيدو غير جوج فانيات جوج اكياس ديال الفاني بلا ما نزيدو الحلاوه بلا ما نزيدو سنيده. اما الا كان عندنا داك التمر اللي هو ناشف اللي ما حلوش عاد ديك الساعه نديرو زلافه منه ونزيدو جوج ساشيات ديال الفاني ونزيدو معلقه ولا جوج معالق ديال سنيده على حسب الذوق. ونبداو نخلطو، قلنا 4 المعالق كبار ديال الزبده يسخنوا في الكوكوط على عافيه مهيله، نزيدوا عليهم الكركاع والبسكوي مقطعين بطريقه عشوائيه، الكركاع مصهد من قبل، جوج باكيات ديال البسكوي مقطعين بطريقه عشوائيه، ونبداو نخلطوا بالمعلقه ديال الخشب حتى نشوفوا داك الكركاع وهذاك البسكوي يعني شرب مزيان هذيك الزبده، يعني ملي كنشوفوا اللون ديال البسكوي بحال فازق، ونبداو نخلطوا دائما على عافيه مهيله. من بعد غادي نزيدوا زلافه ديال التمر مقطع طريفات صغار، نزيدوا جوج ساشيات ديال الفاني، ونبداو نخلطوا. ملي كنخلطوا هادشي كله مزيان، حنا كنخلطوا مع هذاك التمر حتى هو غادي يبدا يتخلط مع الزبده ومع المقادير كاملين. فملي كنبداو نخلطوا مزيان ديك الساعه راه كنشوفوا داك التمر نزل وكنشوفوا هاد المقادير كلها تخلطات مزيان، وعاد ديك الساعه كنشوفوا بحال حصلنا على واحد العجينه واللي هي مخلطه مزيان مع هاد المقادير كلهم، لانه داك التمر كيرطاب مع هذيك الزبده ومع هاد المقادير مباشره، غير نشوفوا انه الخليط ما ولا ما بقاش مثلا الكركاع مفرز التمر مفرز يعني البسكوي مفرز، ولا كنشوفهم كلهم مخلطين مزيان ومجموعين هكا بحال شي عجينه. ديك الساعه كنضيفوا مباشره جوج ديال البيضات بلديين، لانه علاش جوج بيضات بلديين؟ إلا كان الرومي غادي نديرو غير وحده لأنه البيض الرومي تيكون شويه كبير باش ما تجيناش جاريه، وإلا كانوا بلديين غادي ناخذوا جوج بيضات بلديين صغيورين، تنعرفوا أنه البلدي ملي كنديرو مع أي اقتراح ما كتبقاش فيه نهائيا صفوره كيجي مزيان، فإلا كان البلدي نسبقوا هو الأول جوج بيضات صغار بلديين وغير نخويوهم على هذا الخليط ونخلطوا حتى أنه ممكن نحيدوا الكوكوط من العافيه ونخلطوا هذا الشيء مزيان، ديك جوج بيضات نخلطوهم مع الخليط حتى يتغلف بهم، عاد ديك الساعه نرجعوهم مره أخرى للعافيه دائما عافيه مهيله ونبداو نخلطوا باش ما يتكورش لينا داك البيض، خاصو يتغلف به ويتجمع به مزيان. كنا دايرين البيض الرومي غادي نديرو بيضه وحده غير نرميوها على الخليط نحيدو الكوكوط بالعافيه ونخلطوا بطريقه سريعه داك البيض مع هذا الخليط حتى يتغلف به، ونعاودو نرجعوه غير واحد الدقيقه، وديك الساعه كنطفيو على الخليط وكناخذوا سواء القوالب الفرديه ندهنوهم شويه ديال الزيت اولا المول يعني اللي بغيتو، اولا ناخذوا غير لاطه ديال الفران او لاي مول ديال التورته ونفرشوا ورق سلفوريزي ورق ديال الطبخ وندهنوه بشويه ديال الزيت وكنفرغوا هذا الخليط. هذا الخليط راه كيجي بحال النوكه كيجي يعني عجين وحده، وكنبقاو نبسطوا ديك سباتولا ممكن نديروا فيها شويه ديال الزيت ونبسطوها مزيان، ملي كتبسط نديروا فوق منها ورق الزبده باش تبسط لينا مزيان وباش ما يجيناش داك التمر معلق في يدينا، يعني نديرو ورق زبده من الفوق ونتنبسطوها مزيان عاد نحيدو داك الكاغي ديال الزبده من الفوق باش ما تمحناش، وديك الساعه اما في القوالب الفرديه اما في القالب ديال التورته الطويل اولا المربع اولا المستطيل، وكندخلوها للثلاجه
حتى كتبرد لينا مزيان، وملي كتبرد ديك الساعه كنخرجوها وكنقسموها. الا درناها في اللاطا اولا في المول كنقطعوها على شكل مربعات ولا على شكل معينات، ممكن ديروها في كويختات ديال الحلوى. الا درناهم فرديين، الا عندكم هذوك القوالب الصغار ديال السيليكون اللي كنديروا فيهم بحال اللي كنديروا فيهم الحلويات الصغار، راه كيجيو زوينين. يعني كل شويه من الخليط كنديروه في هذوك القوالب الصغار وكيجيو صغيورين، فاش ملي كنقلبوهم واللي كنديروا فيهم دوك القوالب ديال السيليكون اللي كنديروا فيهم الشوكولات كذلك كيجيو هكا قطع صغيورين، راه حتى هما كيجيو فيهم مزيانين كياخذوا داك الشكل. ملي كنحيدوهم منه ديك الساعه ممكن نديروهم في كويختات ديال الحلوى، راه ملي كتاكلوها كتجي زوينه ما كتمحنش بزاف. اللي موجود عندكم هذه بقاو ديروها لانه زوينه للوليدات، فوق ما يبقى عندكم القرقاع والتمر، يعني حاولوا انكم ديروها لانه كتجي زوينه كتجي حلوه وكتجي كروكونت بهذاك البسكوي مع هذاك القرقاع اللي مصهد. نتمنى تكون وصلتكم الفكره ديال هاد جوج الاقتراحات، رغيفات معسلين بالعقده ديال اللوز او كاوكاو، وكذلك الاقتراح الثاني اللي هي حلوه بارده لمناسبه هكا الذكرى المولد النبوي الشريف ان شاء الله وبالصحه والراحه. غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي وغادي نرجعوا مباشره نستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه. مرحبا، نتعرفوا على الحداقه ديالكم، على الاقتراحات اللي بغيتوا تقدموها وتقاسموها مع كل المستمعات دائما على 0522880006. مستمعينا دائما من خلال برنامج المولاتي، وغادي نمشيو مباشره نستقبل مكالماتكم الهاتفيه وغادي نفتتحوا باول مكالمه معنا المستمعه الوفيه جدا البرنامج سناء أم شرف من العيون الشرقية. ألو سناء. ألو ألو، أهلا سناء. السلام عليكم سناء. وعليكم السلام ورحمة الله، لاباس عليك؟ واش مبروكة؟ الله يبارك فيك علينا وعليك. الله يبارك فيك، مرحبا. طاقم مدراديو، تحية كبيرة للأخت سميحة. الله يخطيك سناء، شكرا لك بزاف. الله يخطيك سناء، مرحبا بكم ومرحبا بالاقتراحات سواء اللي كتواصلي يعني من خلال البرنامج وحتى من خلال الاقتراحات اللي كتصيفطي لي في الواتساب باش نعاون نقدمهم للمستمعات. الله يعطيك الخير وشكرا لك بزاف. مرحبا، بارك الله فيك. المستمعات كلهم تهما كيفيدونا الحمد لله، كنفيدوا بداكشي اللي كنعرفوا، هادشي اللي كاين مجمع ديال الخير فيه الإفادة والاستفادة. مرحبا. كنت ذكرتي واحد الحال يعني حسوات سخونين، وكنقترح عليك الشيشه بالزعتر، وكنقترح عليك انا نعاودوا للشوربه ديال البركوكش. كنا نزلناها نبداو بالشيشه بالزعتر، كتجي زوينه وكنعرفوا انه الزعتر كينصحونا به الاطباء وخاصه في هذا الموسم. ساهله ماهله دغيا كتوجد بنينه. كناخذوا في طنجره الضغط كوكوط، كناخذوا كنحكوا واحد البصله كبيره او بصله متوسطه حسب يعني على حسب شحال غادي نديروا ديال الشيشه. وعندنا واحد المطيشه كنحكوها حتى هي، وكنديروا الربيع مقرط، واللي بغى يدير واحد الضامه ديال البنه وكنضيفوا ايضا واحد المعلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك. والتوابل عندنا ملح، ابزار، تحميره، سكنجبير، خرقوم، يعني العادي العطريه العاديه ديالنا. وكنوضعوا الماء الكافي اللي غادي نطيبوا يعني على حسب اسره صغيره. يعني عندنا كنحتاجوا الكاس ديال الدشيشه، كاس ديال الشاي ديال التيشا كافي انه كيدير لنا اييه كيخلف فعلا. اييه تبارك الله. صافي كنطيبوا دوك البصلات مع المطيشة مع الربيع مع الضامه مع المطيشة ديال الحك، وتا كيطيب لنا هاد واحد ربع ساعه ماشي بزاف. ومن بعد كنضيفوا داك الكاس ديال التيشا وحنا كنخلطوا، يعني ما كنسدوش الكوكوط ملي كنديروا الدشيشه، غير كان فقط كتكون طابت داك الشيء وكنزيدوا عليه الدشيشه وكنخلطوا، كنبقاو نحركوا كيدخل الطياف ديك التيشه، وكنزيدوا واحد شويه ديال الزعتر كنحكوه غير ما بين يدينا، يعني الزعتر يكون يابس كنحكوه ما بين طرف ديال يدينا. صافي وحنا كنحركوا حتى كينضج لينا الحساء، وكنقدموه سخون بالصحه والعافيه مع زيت الزيتون. نسيت ما قلتلكش زيت البلديه وزيت البلديه. صافي كان هكا بالبويون ديالو، يعني يكون الحساء يكون جاري وكنشربوه سخون مبنن بديك الزعتر، ومفيد ايضا. يعطيك الصحة، شوربة سهلة وخفيفة وصحية. سهلة وخفيفة ومميزة جدا. البنات بزاف جربوها، تبارك الله فعلا، وكنتمنى الأخوات يجربوها، مفيدة أكثر في العشاء ولا في الصباح ولا. نعاودوا بركوكش. أييه تفضلي. مع الأخت فتيحة كنذكراتو كنديرو حنايا بزاف في المنطقة الشرقية في المولد النبوي مع تقنتا مع الصفة أيضا. عندنا بركوكش إن شاء الله كنحتاجوا المقادير أسرة صغيرة، كنحتاجوا طريفة اللحم يكون بالعظم، لحقاش دائما كنعرفوا العظم انه كيبنن اي حاجه درناها. وممكن ان ايضا نديروا حتى الدجاج، اللي ما بغاش يدير اللحم يدير الدجاج حسب الرغبه. عندنا بصله كبيره محكوكه، عندنا جوج مطيشات محكوكين، عندنا قزبر ومعدنوس وكرافس ايضا يكونوا مقردين مزيان. عندنا واحد الحفنه ديال الحمص يكون مرطب من قبل ما نقشروش نديروا هكذاك صاين. عندنا جوج معالق كبار فول يابس، عندنا معلقه حلبه،
عندنا زوج معالق كبار عدس، شويه ديال الكليله اللي كيعرفها يديرها، اللي متوفر عنده يديرها، اللي ما كيعرفهاش ماشي مشكل. عندنا واحد المعلقه ديال راس الحانوت، وعندنا واحد المعلقه ديال السمن. بالنسبه للتوابل عندنا ملح، ابزار، خرقوم، وتحميره، سكينجبير، ومعلقه صغيره كرويه، واحد زوج ضروس ديال الثومه محكوكين، واحد عندنا الزيت الروميه والبلديه. كنوضعوا هذا الشيء كله مع الماء الكافي حتى كيطيبوا لينا، يطيب لينا الحمص وداك اللحم ودك التوابل، كل شيء كتاخذ كتنسجم مع بعضياتها. من بعد كنحلوا الكوكوت وكنزيدوا واحد المعلقه كبيره ديال المطشه ديال الحك، وواحد زلافه صغيره ديال المطشه ديال الدار، نكونوا وجدناها في الدار غير مطيشه، كيطيبوها الاخوات وكيطحنوها يعني باش تنفع الدار واجده. وكنضيفوا شويه ديال الماء مغلى حيت كينقص مع الطياب، كينقص لنا الماء، وحنا كنحتاجوا لهذه الوصفه اللي ما يكون كثير، يعني البويون يكون عندنا بزاف. ايه المرق. وكنزيدوا ملي كنزيدوا الماء كنزيدوا العطور ديالنا العاديين، يعني كنزيدوا شويه ديال العطور، كنخليو هذا الشيء كله يغلى بلا ما كنبلعوا الكوكوت، غير كيغلى. وكنضيفوا بركوكش ديالنا، بركوكش ولا المحمصه حسب المناطق، كل منطقه شنو عندها. احنا معروف عندنا احنا بركوكش داك القمح مهرس. كاين المناطق اللي كاي عندهم المحمصه ياخذوا هي المحمصه ماشي اشكال. بالنسبه للاسره صغيره زلافه كافيه، زلافه اللي كتهز لنا 250 غرام راها كافيه، لحقاش بركوكش كيزكى يعني كيودي. صافي كان ملي كنزيدوا داك الماء مغلى وكنزيدوا داك العطور كنخليو داك الشيء يغلى مزيان، حتى كيغلى عاد كنرميو بركوكش. اييه كنحركو، حنا كنحركو حتى كيطيب لينا. بركوكش يعني كنبقاو نحركو مزيان حتى كيطيب، ولهاد الوصفه يعني كتقدم في الحين ديالها وهي سخونه. بالنسبه للاخوات اللي ما بغاوش يقدموها، مثلا انا صاوبت بركوكش ديالي دابا ومن بعد غدا نحطو، كنقص شويه من البويون. حقاش بركوكش راه كيشرب وكيولي يعني فعلا شارب. يعني اللي ما بغاتش تحطو في الحين كتنقص شويه من البويون، حتى كتبغي تقدمه كتحط بركوكش وكتزيد البويون في الطبسي. اييه من شويه تسخن. كيكون التقديم ديالو كيجي جاري وسخون، وكاللي كتزيد كتقدم معاه راس الحانوت وشويه ديال السمن اللي بغا كيدير حداه، كتكون اكله سخونه وديال هذا البرد ما كتخطرناش حنا في المنطقه الشرقيه. لا تبارك الله عليك فعلا. اييه كيجي زوين ما شاء الله، ونتمنى الاخوات يجربوه اكيد ان شاء الله. بالصحه والراحه. تبارك الله عليك سناء. لا يخطيك بارك الله. واش مبروكه بالصحه والسلامه ومرحبا بك دائما، وشكرا لك بزاف دائما على الوصفات والاقتراحات. بزاف كتفيدونا، ولا يخطيكم يعني اي حاجه طلبناها كتلبيوها لنا. هذا واجب عليك ولجميع المستمعات نتاع ميد راديو، وبالتوفيق ان شاء الله والى القمه دائما يا رب. يا ربي امين معكم ان شاء الله يكون غير الخير. شكرا لك بزاف سناء ام شرف من العيون الشرقيه، مشكوره جدا على هاد الشربات اللي قدمت لنا، واللي هما مميزين وصحيين، واللي نتمنى انه السيدات اللي كانوا طلبوا شربات بانواع مختلفه تسجلوهم وتبقاو انكم تداوموا عليهم، خاصه خلال هذا الفصل يعني ديال مع البرد ومع الشتاء، وفي نفس الوقت هكا في المناسبات. معنا مليكه من الدار البيضاء. الو مليكه. اهلا مليكه، لاباس عليك؟ على خير. بقيتي شويه؟ شويه خسيت. الله يبارك فيك. تحيه ليك والطاقم والمستمعات كاملين. الله يبارك فيك. ايوا الحمد لله. الله يقدرك. الحمد لله اللي عطى الله. هادشي اللي كاين الحمد لله. تحيه بزاف بزاف للجروب كاملين، كنحييهم. كنحيي حوريه شويه والدكتوره لازان والمجموعه كامله والصديقه ديال لازان ليلى ام ياسين، المهم طوال اللائحه طويله بزاف بزاف. الله يبارك فيك. كنشكرهم بزاف لان وقفوا معي في هذه المحنه ديالي، كنشكرهم بزاف بزاف. مرحبا مليكه. اللي عندهم والديهم يتهلاو فيهم. الله يخليك يا ربي امين. هادشي اللي كاين. غادي نعطيك واحد الكيكه دارتها جار بنتي. عشت زوينه ديال البنان. ضربتي البرد هذاك الشيء. ما يكون باس هي عرفت. المهم عندنا واحد جوج بيضات. غرطه ديال الفاني. واحد الفاني. جوج بنانات. جوج خمارات. وكاس سنيده. نص كاس الزيت. جوج كيسان ونص دقيق. نعود مقادير. واخا سمحتي. عندنا كاس ديال الياغورت فاني، واحد الفاني، جوج بنانات، جوج كيسان ونص دقيق، جوج خمارات، كاس السنيده، كاس ديال الحليب، نص كاس الزبده، جوج بيضات. كنخلطو المكونات كاملين في خلاط كهربائي. كنحيدهم وكنزيدو دوك جوج كيسان ونص دقيق. اييه. كندهنو المو ديالنا وكندخلو للفران، كندهنو مزيان ديال الدقيق من تحت. وندخل الفران ملي كطيب كندهنها بشويه ديال الكونفيتير ونزوقها بالبنان من الفوق. كتجي رائعه في المنظر والمذاق ديالها. تحيه لهزر من تحت. اييه تبارك الله عليها. نعطي واحد صابلي وجدنا هذا الاسبوع نيت، واخا هي نيت صبناه. ايوا الحمد لله. الحمد لله على اللي عطانا.
الصابي سيداتي الا بغاو يديروا فيه الكوك يدخلوا واحد الكاس صغير ديال الكوك طحنوه بغاو يديروا اللوز يديروا كاس صغير ديال اللوز مطحون. انا غنعطي السيدات اللي ما بغاوش يديروا باللوز المهم انا مفهومه ندير واحد ربع ديال الزبده تكون بوماد كنزيدوا على جوج كيسان ديال السكر كلاصي السكر كلاصي نحاولوا دابا نعاودوا نغربلو سوا يعني كيكون فيه سوا ذوك الكويرات باش نحكو مزيان يجينا ساهل جوج بيضات ونص خماره وكاس تاع الزيت والدقيق اللي هز لينا الخليط كناخذوا ديك ربع ديال الزبده كندخلوا على جوج كيسان ديال السكر كلاصي وجوج بيضات ونطربهم مزيان في الخلاط ونزيدوا لهم كاس ديال الزيت نحيدوا من الخلاط ونزيدوا نص خماره والدقيق تتجمع لينا العجينه ديالنا نخليها شويه ترتاح ونسرحوا لي صابلي ديالنا اللي بغات اللوز غدير كاس ديال اللوز صغير كتاخذ كاس ديال اللوز كطحنو تجيب البودر وتزيدو اللي بغات الكوك كتاخذ كاس ديال الكوك صغير وكطحنو وكتزيدو الخليط كيجي صابلي رائع وزوين صافي السيده كتجمع العجينه ديالها كتحطها شويه في الثلاجه كتاخذ الكميه اللي بغات وكتسرح وكتقطع المناشر اللي بغات والتزيير كيبقى على حسب الاستطاعه اللي ما عنده زعما ما بغاش يدير الشوكولاته كيدير الكونفيتير ويرشم من الفوق بالكوك ولا اييه كيبقى اختياري التزيين على حسب شنو متوفر عندنا. كنتمنى السيدات اللي طلبوا مني اللي صابلي يسمعوا بعدا صابلي راه زوين وصباحكم مبروك و الله يبارك فيك شكرا لك بزاف مالكة تبارك الله عليك ما يكون باس عندك وشكرا لك بزاف على تواصلك معنا اليوم نتمنى أن كل المستمعات يكونوا استفدوا معنا من خلال برنامج لامولاتي ومن خلال كل هذه الفقرات اللي كنقدموا لكم يوميا لكم تحية وفاء فائز رفقتنا في الإخراج سميحة شوبي في استقبال مكالمتكم الهاتفية كل ذكرى مولد نبوي شريف وانتم بألف ألف خير بالصحة والسلامة إن شاء الله للجميع وخليكم أوفياء الميد غاديو غدا برامج وبرمجة خاصة بذكرى المولد النبوي الشريف تابعونا وخليكم أوفياء الميد غاديو الإذاعة القريبة منكم.